فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز للأب أو للأم تفضيل بعض الأولاد بشيء من الهدايا أو غيرها عن بعضهم الآخر؟ الأصل في تربية الأولاد توفير ما يحتاجونه من رعاية مادية وأدبية وتقوية أواصر الأخوة بينهم، وذلك ليكونوا مستعدين لمواجهة الحياة عند استقلالهم بالمعيشة، ولتدوم بينهم رابطة المحبة والتعاون على الرغم من تفرقهم وتكوين أسر جديدة. ولا تنتج التربية ذلك إلا إذا روعي فيها العدل والمساواة بين الأولاد بقدر المستطاع. ومما ورد في الوصية بهذه التسوية حديث النعمان بن بشير، وملخصه كما يؤخذ من عدة روايات في صحيح مسلم يكمل بعضها بعضا، أن عمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير سألت أباه أن يهبه بعض ماله فالتوى بها سنة، أي تأخر في إجابة طلبها، ثم بدا له أن يفعل فوهبه غلاما، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ بيده وكان يومئذ غلاما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال لا يصح هذا، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، ألا يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال. يقول النووي في شرح صحيح مسلم فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد هو حرام، واحتجوا برواية لا أشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري، قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام، فإن قيل قاله تهديدا قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا. ثم قال وأما قوله لا أشهد على جور فليس فيه أنه حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء أكان حراما أم مكروها. وارتضى النووي أنه مكروه كراهة تنزيه، وكما قال أصحاب الشافعي يستحب له أن يهب الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول. قال العلماء ومحل الحرمة أو الكراهة في التفضيل إن لم يكن لسبب شرعي، فلو كان أحدهم مريضا أو مدينا لا يستطيع الكسب ولا الوفاء وحده بما يلزم فذلك جائز، ويحمل على هذا ما ورد من تفضيل الصحابة بعض أولادهم على بعض، لأن أبا بكر فضل عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء، وفضل عبد الله ابن عمر بعض أولاده على بعض.
هذا ما جاء في شرح الخطيب لأبي شجاع في فقه الشافعية، والله أعلم.